اسمي فريال جمال مصطفى إسماعيل من كفا، عمري 48 سنة، إلي 13 سنة بعاني من مرض القلب. فيش مستشفى لزورته في الأردن، في نابلس، في أريحة، في القدس، في رام الله وفي طول شرم. عملت 18 عملية وبعاني من يعني مشترات أدوية باستمرار. الحمد لله رب العالمين، إشي بجيبه بالدين وإشي إذا يعني حدا هيك أعطاني إشي بدفع حقه، مش دايما. عندي ولدين، صح إنهم يعني مرات بيشتغلوا بس ما بيكفي شغلهم، لا لدواء ولا للدار، الإشي كل شي غالي ما بيكفي. بعدين اللهم صل على النبي، بحاجة عمليات مستمرة باستمرار، يعني المصاري بتفوت علينا ما بتكفينا للعمليات وللأدوية ولكل إشي. فإحنا يعني وضعنا سيء سيء كثير، دائما بحاجة ودائما ديون، ما بسد إلا برجع علي ديون ثانية. جرت الغاز خلصت قبل 11 يوم، ما لقيتش مصاري أدفع حقها، جبت دين، اتصلت على شوفير جاب لي اياها من عند كشفل، والله ما دفعتها لهسه، وهالثانية فاضية بدي أعبيها. وأيام بطبخ أيام ما بطبخ، مش دايما يعني، حسب الوضع، حسب ما يعني يبقى عندي إشي، مش باستمرار يعني، مشي هالواحد هيك نواشف أي إشي. قاعد والله والله ما بسرح، عنده ألم في إجره الركبة وطلبوا منه عملية ما قدرناش نعمله إياها، تكلفة العملية 300 دينار، ما في مجال يعني لندفع له، وبعاني منها والله، بعاني من الكلى وعيني أوجعنه وصدره، والله من الصبح وكل صدري بوجعني، والحمد لله رب العالمين. شو بدنا نعمل، قليل قليل، إذا بكى نصحصح مرات يعني وحرث شوي بمشي الدار، بس بظلنا ملحوقين، مش دايما دايما يعني وضعنا مليح. بالنسبة للدار أخوية، في الشتاء تبقى السيل علينا مية، الفراش بغرق، الحصر، السجادة اللي بنبقى فارشينهم بغرق، بنلحقش تكشيط المي من الغرفة، الغرفة هذا والغرفة هذيك والمطبخ، المطبخ برضه بك المي تنز منه، وقعت شكفة وهي البنت عند الغازة وشوي كتلتها، شكفة كبيرة، وبين الحديد إنه خربان تحتها، أنا بناشد إنهم يعملوا لي إياها يرمموها ويزبطوها، لأني خايف من هذه الشتوية، وكل شتوية كاسية، إلي من أيام الفيضان وأنا أطالب. والحمد لله رب العالمين، قدمت للبلدية وقدمت للأشغال العامة وللمحافظ وقدمت عند الأمن الوطني، الأمن الوطني والله ما شاء الله عنهم يعني الحمد لله ما بقصروا، والحمد لله إن شاء الله أنهم ينفعونا إن شاء الله بأمر الله. ما شاء الله عنهم يعني جماعة ما عليهم الحكي والله، الحمد لله رب العالمين، أنا بشكرهم في كل إشي والله.